تواصل وزاره الداخليه حملاتها اليوميه لمتابعه اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي، هذا وتمكنت الوزاره خلال ال 24 ساعه الماضيه من ضبط 439 قضيه تموينيه بمضبوطات بلغت قرابه 139 طن مواد غذائيه وغير غذائيه، وتم ضبط قرابه 54 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجيه والاستيلاء على السلع المدعومه. اما في مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه وغير الغذائيه فتم ضبط اكثر من 78 طنا. كما تم ضبط 709 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 113 قضيه خبز ناقص الوزن و99 قضيه خبز غير مطابق للمواصفات.